الواقع تعيشون. شاعري القمة شاعري القمة. أبيات المجاراة للشاعرين إبراهيم المرزوقي وحمود بن خلف، نتمنى لكم التوفيق مبدعين شعرانا، ويعطيكم العافية على الحضور المميز. مع دمك، حنا قدمنا اللي علينا والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. صدقني لو اخذ احمود من لحب خشمه. انت قبل اعلان النتائج ذكرت تقول لو ما خذيتها انا ياخذ احمود. نعم ما هذا كلام نبدا يا اخي، من اول الشيبان يحبون الرجال الطيب من كل قبيله، هذا من طيب راسنا الان، وحنا نقول نحب الشاعر الطيب والرجال الطيب، وهذا عانى احمود من دون قصور في الجميع. والله العظيم لو يستاهل يستاهل المنافس ابو ناصر، والله العظيم بحد ذاته انه فوز. يعني مع دمك. لجنة التحكيم أستاذ معتك، كيف كانت أبيات المجاراة للشاعرين؟ ما فيهم كلام، الشاعرين هذولا مبدعين، وأحرجونا حنا أحرجونا بإبداعهم، ومثل ما قلت أولا الشعار هذولا مكسب إلا البرنامج ومكسب إلا الساحة الشعرية كلها. يا سلام، شكرا لك أبو فيصل. أبو فيصل الانطباع أبو فيصل. والله صح الله سنتهم جميع، ومثل ما قال أبو منير أحرجونا والله الليلة، الفروقات ما في فروقات يعني تطلع واحد عن واحد، ونعتبرهم فائزين والله. يعني اي والله ان اخذ إبراهيم الكرت والله يستاهله، ونخذ حمود والله يستاهله، يستاهلهم التوفيق. طيب الأستاذ فالح الغنامي، رأيك بالشاعرين؟ الشعرين هذول طعم كانوا متفقين على انهم يحرجونا، احرجونا في البدايه احرجونا الحين. احرجوكم في الاول وفي الثاني؟ والله احرجونا في الاول وفي الثاني، ودينها كرتين للامانه. ونقطع كلام ابو زياد، احنا الان ما ندري من اللي بياخذ. والله ما ندري. كل واحد وضع درجته وراحت للاعدام. تجمع بينهم يتساوون بعد ما ندري لو يتساوون. رحلتكم طوله. يتساوون حطها قرعه. اقول اللي يتساوى الثاني عطوا نص صفوف كلها محاوره. وانت تساوى تحطينها قرعه وصلى الله وبارك. الضارب معكم جنه انت وياه. Ha ha ha.